السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمارين في التواصل البياني والكتابي، التمرين رقم 2. إذا الوحدة الدراسية وظائف الإخفاقية بالضبط الإبراز البولي، الكفاية المستهدفة استخراج معلومات انطلاقا من وثيقة. المعطيات الخاصة بهذا التمرين: إذا للحصول على صورة بالأشعة لجهاز إبراز البولي، نحقن مادة معتمدة للأشعة X في الوريد على مستوى الذراع، وبشكل سريع يتم طرح هذه المادة مع البول، الشيء الذي يمكننا من تتبع المسار الذي تمر عبره هذه المادة، وتمثل الوثيقة رقم 1 صورة بالأشعة للجهاز البولي. الوثيقة رقم 1 صورة بالأشعة للجهاز البولي. وثيقة رقم 2 تقول: للكشف عن المنشطات عند الرياضيين يتم تحليل البول، هذه المواد المنشطة تؤخذ عن طريق الحقن الوريدي انجيكسيو انترا فينوز. بالنسبة للوثيقة رقم 3 كما نلاحظ فهي عبارة عن جدول يقدم لنا مقارنة بين مكونات بعض المواد البولة القيت والماء على مستوى الدم بالجرام في اللتر، إذا كميتها على مستوى الدم بالجرام في اللتر وكميتها في البول كذلك بالجرام في اللتر. السؤال: اعتمادا على وثائق الثلاث وعلى مكتسباتك المعرفية، اشرح في بضعة أسطر كيف يتخلص الجسم من الفضلات الناتجة عن الأنشطة الخلوية. خلال الشرح حدد الوثيقة المعتمد عليها لذلك. ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من كل من الوثائق الثلاث؟ بالنسبة للوثيقة رقم 1 كما أشرنا صورة بالأشعة لجهاز إبراز البولي، تبين لنا بطبيعة الحال على أن البول يتكون على مستوى الكلية، يمر عبر الحالة في اتجاه المتانة البولية، على مستوى المتانة البولية يتجمع البول قبل أن يطرح إلى الخارج عبر الإحليل. إذن أما بالنسبة للوثيقة رقم 2 فأذكر بالوثيقة رقم 2، إذن للكشف عن المنشطات عند الرياضيين يتم تحليل البول، هذه المواد المنشطة تؤخذ عن طريق الحقن الوريدي. إذن بطبيعة الحال هنا نستنتج أن مصدر البول بطبيعة أو مصدر مكونات البول وهو الدم، بعبارة أخرى أن الدم يتخلص من هذه المواد على مستوى الكلية، يتخلص من الفضلات السامة الناتجة عن الأنشطة الخلوية ومن بينها هذه المواد المنشطة على مستوى الكلية. فيما يخص الوثيقة رقم 3 كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات بطبيعة الحال، إذا فيما يخص كمية البولة في الدم بالجرام في اللتر 0.3، كميتها في البول 20 جرام في اللتر، بالنسبة لمواد القيت 80 جرام 0 جرام، الماء 920 جرام 950 جرام. بعبارة أخرى نستنتج من هذه الوثيقة أن الدم يتخلص من الفضلات السامة مثل البولة بطبيعة الحال على مستوى الكلية، ولا يطرح مواد القيت مع البول، لأن كما نلاحظ مواد القيت في البول 0 جرام في اللتر. نسجل كذلك بطبيعة الحال أن تركيز البولة في البول أكثر مما هو عليه في الدم، كما ربما اتضح لنا ذلك 20 جرام في اللتر فيما يخص كمية البولة في البول، بينما كميتها في الدم فهي فقط 0.3 جرام في اللتر. إذا الجواب على السؤال: على مستوى الكلية يتخلص الدم من الفضلات الناتجة عن الأنشطة الخلوية ومن بينها البولة ولا يطرح مواد القيت، إذا بتتوصلنا لهذا بطبيعة الحال انطلاقا أو اعتمادا على الوثيقة رقم 3. بعد تكون البول على مستوى الكلية يمر عبر الحالب في اتجاه المتانة البولية حيث يتجمع قبل أن يطرح للخارج، إذا توصلنا بطبيعة الحال لهذا عن طريق اعتماد على الوثيقة رقم 1. هنا يجب أن نستحضر بعض المكتسبات المعرفية. إذا الأنابيب البولية هي الوحدة الوظيفية للكلية التي يتم على مستوى تكون البول في ثلاث مراحل: الترشيح الكبيبي، يتم ترشيح البلازما باستثناء البروتينات والدهنيات، إعادة الامتصاص، يعاد امتصاص 100% من الجليكوز بينما يعاد امتصاص حوالي 98% من الماء، بينما لا يعاد امتصاص البولة لذلك تركيزها في البول يرتفع. والمرحلة الثالثة بطبيعة الحال هي الإفراز الأنابيبي، تنتج خلال هذه المرحلة تنتج الكلية بعض المواد السامة مثل الحمض الهيبوريك والنشادر. شكرا على انتباهكم.